الدكتور شخمة عبد الرحمن خريج الجامعة الجزائرية توجه لروسيا ليدرس تخصص طب الجلد، لكن الوضع الوبائي غير طريقه، يعود إلى عيادته الخاصة ويكمل مهنته الإنسانية، حيث قام بتخفيض تسعيرة الفحص لكي يستطيع الفقراء التداوي. طبيب خريج الجامعة الجزائرية بوليدا، عملت في مستشفى مدة 3 سنوات أو 4، وبعدين توجهت للجامعة الروسية. الحمد لله، اللي عنده يخلص، اللي ما عندوش مرة جاية، اللي ما عندوش قاع ما يخلصش، ما عليهش مش مشكل. المهم احنا ان شاء الله نكونوا نردوا شوية الدين، هذا مكان نكونوا ردينا شوية الدين لأهلنا بدعوة الخير. الدكتور عبد الرحمن لم يتوقف عند هذا الحد، بل وصل طريقه من أجل فك الغبن عن المرضى، هدفه النبيل بمنح فرصة المعالجة للمحتاجين، جعله يكسب حب المواطنين، حتى أطلق عليه لقب طبيب الزوالي. دكتور زوالي، يعني كما يشاع ويقال دكتور، يعني نحسبه كذلك ونزكي على الله أحد، يعني هو دائما في خدمة المرضى، يعني بمبالغ رمزية جدا يستطيع أن يعني يقدم لك وصفة دواء. والله نشكر هذا الطبيب، أنا له سعر رمزي 300 دينار أو 500 دينار جزائري. كي نجي الواقع، هذه كلمة الحق، أنه يعامل لي كما يشق الواحد يعامل فيه ولي فيه فيه وفي بيه. كي نجي ندور نخلصه يقول لي يا الحاج اللي ما عندكش قروح، تزول المادة ويبقى الأثر، لأن المادة هذه مندو معها مندو منها والو. الطبيب عبد الرحمن حقق الاستثناء بين المرضى، فأصبح قبلة للمواطن ذو الدخل البسيط، على أمل تعميم مثل هكذا مبادرات بين الأطباء تحت مبدأ تزول المادة ويبقى الأثر.